شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم يدور حول شأن من الشؤون المتعلقة بالعقيدة، ومن الواضح أن القضايا العقائدية هي القاعدة التي يبنى عليها كل شيء ويتفرع منها كل شيء. وهذه القضية هي قضية الهيمنة الغيبية لأولياء الله تعالى في هذا الكون، مقدمة لهذا المبحث لابد أن نذكر أن الهيمنة على نوعين. النوع الأول الهيمنة المادية، والنوع الثاني الهيمنة الغيبية. الهيمنة المادية معناها أن الإنسان يتوصل إلى التصرف في هذا الكون عبر استخدام الوسائل المادية، يمشي في نطاق العلل والمعلولات، ويسير ضمن نظام الأسباب والمسببات حتى يحقق أغراضه. هذه هيمنة مادية للإنسان في شؤون هذا الكون.
هل هذه الهيمنة للإنسان متحققة؟ الجواب نعم، لا يمكن لأحد أن يشك في وجود هذه الهيمنة. الله سبحانه وتعالى أقدرنا، أعطانا هيمنة، أعطانا سلطة على كثير من الشؤون في هذا الكون، سلطة مادية، قدرة مادية. لا يمكن لأحد أن يشكك في ذلك أو ينكر ذلك، لأن هذه قضية وجدانية، يعني قضية نجدها، قضية نراها، قضية نلمسها. ما يتمكن واحد يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يعطي للإنسان هذه السلطة وهذه القدرة وهذه الهيمنة. نحن عندما نريد أن نجعل مكانا ما دافئا، أنا أريد أن أدفئ هذا المكان في الصقيع، أذهب إلى الموقد وأشعل هذا الموقد، أشعل النار في هذا الموقد فتصبح الغرفة دافئة. إذن أنا لي سلطة، أنا لي قدرة، أنا أتمكن أن أجعل هذه الغرفة دافئة، أنا أتمكن أن أجعل هذه الغرفة مضيئة، أنا أتمكن أن أتصرف في أشياء كثيرة في هذا الكون. هذه قدرة مادية. الآن هنالك بحث أنه ما هي حقيقة هذه القدرة، وما هو تحليل هذه القدرة، وما هي ماهية هذه القدرة. هذا بحث لا يهمنا الآن. هل هذه القدرة قدرة توليدية؟ هل هذه القدرة قدرة إعدادية؟ هل هذه قدرة على نحو التوافي؟ وهل بتوليد أو إعداد ثبت؟ أو بالتوافي عادة الله جرت؟ هذا بحث في محله. المعروف في الحكمة الإلهية أن هذا النحو من الهيمنة إنما هو بنحو الإعداد، وأن الفاعلية الإنسانية فاعلية معدة. ولكن على كل حال، سواء كان بالتوليد أو بالإعداد أو بالتوافي، الإنسان له هيمنة وله قدرة وله سيطرة على أشياء كثيرة في هذا الكون. البحث الثاني، هل يمكن، وهذا بحث مهم، وهذا بحث جوهري، هل يمكن أن تكون للإنسان هيمنة غيبية على شؤون هذا الكون؟ وهل يمكن أن نلجأ إلى بشر، إلى إنسان، ونطلب منه التصرف الغيبي في شؤون هذا الكون؟ نحن عندما نقول يا علي يا محمد،
اكفياني فإنكما كافياي أو كافيان، وانصراني فإنكما ناصراي. هذا معناه أننا نعتقد، يعني الذي يقول هذا الكلام معناه أنه يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله وأن عليا يملك سلطة غيبية في هذا الكون. هذا واقع. عندما نذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، مرة نقول يا رسول الله كن شفيعا لنا عند الله، هذا نحن، اشفع لي عند الله. لا، كلامنا أكثر من هذا، ليس فقط مرتبة اشفع لي عند الله، لا، شافني. يعني واحد يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشافيه، أن يغنيه إغناء، لا بوسيلة طبيعية، يعني يروح للنبي صلى الله عليه وآله في حياته يقول يا رسول الله احمل لي مما أعطاك الله، تمر، شعير، ذهب، فضة. لا، اللجوء الغيبي، يعني بهيمنة غيبية، بسلطة غيبية، النبي صلى الله عليه وآله يشفي هذا المريض ويغني هذا الفقير. هذا ممكن؟ هذا واقع أو ليس بواقع؟ أنا أنقل بعض الكلمات التي ذكرها الآخرون في هذا المجال. ابن القيم، هذا الرجل المعروف، يقول ومن أنواع الشرك، هذا الشرك، طلب الحوائج من الموتى، هذا الشرك، والاستعانة بهم عندما تقول يا رسول الله أعني، هذا شرك. عندما نقول موسى بن جعفر صلوات الله عليه باب الحوائج وأنه به تقضى الحوائج، هذا شرك، والاستعانة بهم والتوجه إليهم، هذا كل شرك، التوجه، الاستعانة، طلب الحوائج. وهذا أصل شرك العالم. العالم مشركون، هذا هو أصل الشرك، هذا هو جذر الشرك كما يدعي هذا الرجل. فإن الميت قد انقطع عمله، انتهى، وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ولذلك ذاك الرجل فلان بن عبد لقب من ألقاب الله يقول، نعوذ بالله من هذا الكلام، عصاي خير من محمد، لأن عصاي تنفع، هاي العصا تعتمد عليها، تهش بها على غنمك ولك فيها مآرب أخرى فتنفع، ولكن النبي صلى الله عليه وآله لا ينفع، فعصاي خير من هذا الرجل المعروف، وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فهذا الشرك، يعني شنو؟ تذهب إلى موسى بن جعفر وتقول اشف مريضي، هاي مرتبة فوق تلك المرتبة، مرتبة الشفاعة، لا، القدرة، يعني يشفي، يعني يغني، يعني يعز، يعني يذل. ابن تيمية، هذا الرجل المعروف، يقول
كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، هذا النحو من التوجه هذا معناه أنك تعتقد أن هذا إله، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني، فكل هذا شرك وضلال. جيد، شنو حكم هذا المشرك؟ الفتوى مناقضة لرسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيح البخاري راجعوا يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم نفسه وماله ودمه. صحيح البخاري موجود خلافاً لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول هذا الرجل، شنو حكم هذا المشرك اللي يقول يجي إلى قبر من القبور يقول أغثني أنصرني؟ يقول يستتاب صاحبه، ناخذ إلى المحكمة نقول له توب، إذا تاب وإلا قتل، ناخذه في الميدان العام ونجيب السيف ونقطع رقبته. هذا حكم هذا المشرك، هذا خلافاً لرسول الله وخلافاً للقرآن الكريم وخلافاً لمبانيهم الفقهية، إذا هم مقيدين بمبانيهم الفقهية. يستتاب صاحبه، إذا تاب فبها وإلا قتل. في هذا الموضوع يجب أن نبحث في مقامين: المقام الأول، هل أولياء الله يملكون سلطة غيبية في هذا الكون؟ هذا هو المقام الأول. أولياء الله يملكون سلطة غيبية في هذا الكون أو لا؟ أولياء الله، أنبياء الله مثلنا، بشر مثلنا، لا يملكون شيئا. القرآن الكريم، دعك عن الأحاديث الشريفة، يصرح في مواضع متعددة أن أولياء الله يملكون سلطة غيبية في هذا الكون. نكتفي بثلاثة نماذج، والنماذج كثيرة. النموذج الأول، النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم يصرح أن موسى كان يملك سلطة غيبية في هذا الكون. القرآن الكريم يقول سورة البقرة راجعوها: وإذ استسقى موسى لقومه، عندما ضاعوا في التيه، ضاعوا 40 عام يتيهون في الأرض، 40 سنة في الصحراء، لعلها كان الصحراء سيناء هكذا على ما أتذكر، يبدو من كلام بعض العلماء ضاعوا تاهوا في صحراء سيناء 40 عام في الصحراء، ماي ماكو في تلك الصحراء القاحل، أضر بهم العطش. جاءوا إلى موسى وطلبوا منه الماء، وإذ استسقى موسى لقومه
فقلنا اضرب بعصاك الحجر. بعض يقولون إنه كان حجر يحملونه معهم، كأنه كانوا جايبين من مصر وياهم حجر معين، له تفاصيل راجعوها في كتب التفاسير. فأخذ موسى عصاه، نفس تلك العصا اللي تحولت إلى ثعبان، وضرب بها هذا الحجر. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا. انفجار الماء من الحجر ظاهرة طبيعية، شوفوا الجبال في البلاد الجبلية، ولكن هذه الطريقة ليست ظاهرة طبيعية، ظاهرة غيبية. حجر تضربه بعصاك فتنفجر، مو تسيل أو تقطر، لا، تنفجر، انفجار يعني تدفق، تتدفق من هذا الحجر 12 عينا، لكل قبيلة من القبائل عين، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه سلطة طبيعية مادية أو سلطة غيبية؟ هذه سلطة غيبية لموسى صلوات الله عليه. النموذج الثاني، النبي سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، سلطة غير طبيعية كانت عنده. راجعوا سورة الأنبياء وسورة صاد وبعض السور الأخرى، سلطة غير طبيعية. ولسليمان الريح عاصفة، الريح العاصفة، الريح القوية، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. يعني سليمان كان يأمر الريح، الريح العاصفة، وفي آية أخرى رخاء الريح غير العاصفة، كان يأمرها، هذا ليس أمرا طبيعيا. فكانت الريح تحمل بساطه، البساط اللي هو جالس عليه وجنوده وحاشيته، وكانت هذه الريح تحمل هذا البساط. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. المسافة التي كانت تقطعها القوافل بمقاييس ذلك الزمان، القوافل كانت تقطع تلك المسافة في شهر. هذه الريح التي سخرها الله لسليمان كانت تقطع هذه المسافة في نصف يوم وتعود في نصف يوم، غدوها شهر ورواحها شهر بمقاييس ذلك الزمان. أليست هذه سلطة غيبية؟ النموذج الثالث، عيسى صلوات الله عليه يقول: أني لا الله بشكل مباشر، أني طبعا بإقدار الله. إحنا لا نقول أن عيسى كان يملك قدرة ذاتية، لا، إحنا لا نملك قدرة ذاتية في هذا الكون، حتى تحريك يدي هذا ليس بقدرة ذاتية.
إذا واحد يقول أنا أحرك يدي بقدرة ذاتية، هذا الشرك بالله تعالى، يعني جعل نداً لله تعالى. إحنا من حرك يدنا بقدرة ذاتية؟ لماذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ التحول من حالة إلى حالة ولو كانت أبسط شيء، يعني واحد يغلق جفني عينيه، هذا الإغلاق، هذا أبسط حركة من أبسط الحركات، هذا بقدرة ذاتية إحنا نملك. إذا في يوم من الأيام الله تعالى أراد أن يسلب منا هذه القدرة، تبقى عندنا هذه القدرة؟ ذلك المصارع المعروف اللي تحدى جبرائيل، بعدين ما كان يتمكن يحرك رجله، الفارة كانت تجي تقرض رجله، ما كان يتمكن يحرك رجله. احنا عندنا قدرة ذاتية حتى في أبسط شيء، حتى هذه النظرة التي ننظر، حتى هذه الكلمة التي ننطق، هاي قدرة ذاتية. احنا لا ندعي، من المسلمين يدعي أن إنسان له قدرة ذاتية على شيء؟ القدرة التي الله تعالى أعطى هذا عطاء، أني يعني أنا، أني أخلق لكم، يعني عيسى كان خالقا. إذا تدققون في آية ثانية الله تعالى يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الله خالق، بل خالق بقدرة ذاتية، وعيسى أيضا خالق ولكن بقدرة مكتسبة. أنا ما أقول، القرآن يقول أني ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. ولكن لا تتوهم أن هذا الشرك يضيف بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله، كان يأخذ طين يجعله على هيئة طاهر فينفخ فيه فيطير، هذا الخفاش، هذا خلق عيسى، عيسى خلق الخفاش بإذن الله، ولذلك هو طائر عجيب هكذا يقولون، ما يشبه بقية الطيور، ما يشبه بقية خلق الله تعالى، فد أشياء عجيبة أكو عنده. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص. أنا أبرئ الأكمه، يعني الذي ولد أعمى أو مطلق الأعمى، والأبرص هذا التلون في الجلد الوضح اللي الطب إلى هذا اليوم حسب معلوماتي يعني إلى قبل سنوات لم يجد له علاجا، الآن ما أدري، إلى سنوات بعد ألوف السنوات الطب لم يجد للوضح علاجا. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، كان يذهب إلى المقبرة يقف على قبر فيقول له قم، فيقوم الرجل وكأنه لم يمت وهو ينفض التراب عن بدنه أو عن كفنه بإذن الله. هذه مو هيمنة غيبية، هذه هيمنة خاضعة لنظام العلل والمعلولات، هذه هيمنة خاضعة لنظام الأسباب والمسببات، لا، هيمنة غيبية. كما أن الله تعالى أعطى كل واحد منا هيمنة طبيعية، أعطى لأوليائه هيمنة غيبية في هذا الكون بالحدود التي أعطاها بالمقدار الذي أراده،
هذا هو المقام الأول. المقام الثاني، آمنا طبقا لهذه الآيات الصريحة الواضحة على أن أولياء الله يملكون بإذن الله بعطاء الله هيمنة غيبية في هذا الكون. إذا واحد دقق في هذا البحث، يملك هيمنة غيبية، فهل لنا أن نلجأ إليه ونطلب منه أن يعمل هذه الهيمنة الغيبية؟ واحد الله إطاع، أنا ألجأ له وأقول شافني، لا أقول له اشفع لي عند الله في أن يشافيني، لا، أقول شافني بهذه القدرة التي أعطاك الله، هل يمكن؟ الجواب إذا هذا حرام، إذا هذا شرك، إذن كل البشر مشركون. ابن تيمية أيضا مشرك، ابن القيم أيضا مشرك، ذاك الرجل ابن عبد الله سبحانه وتعالى ذاك أيضا مشرك. ليش؟ لأن كل البشر يلجؤون إلى من له القدرة، سواء كان من له القدرة شخصا أو كان شيئا. عندما يعطش ابن القيم يلجأ إلى ماذا؟ إلى الماء. يقعد في المحراب يقول يا الله أروني هالشكل، الله يقول له أنا ما أرويك، يقول هذا الماء أنا جعلت فيه قدرة الإرواء. نعم، تعتقد أن الماء هو يروي بذاته، هذا الشرك. أما تعتقد أن الله تعالى أعطى للماء قدرة الإرواء، هذا هو الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. إذن ابن تيمية وابن القيم وذاك الرجل الثالث عندما يعطش يلجأ إلى الماء، عندما يجوع يلجأ إلى الطعام، عندما يضحى يلجأ إلى الظل، عندما يمرض يلجأ إلى الطبيب، يروح للطبيب يقول عالجني أنا مريض، هذا شرك. إذا واحد يملك قدرة، لا فرق أن تكون هذه القدرة قدرة غيبية أو قدرة طبيعية مادية، تلجأ إليه لكي يعمل هذه القدرة، هذا مو شرك، هذا عين ما أمر به القرآن الكريم. الله تعالى يقول فأتبع سببا في ذي القرنين، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا يعني راح وراء حركة الأسباب والمسببات. ذلك الرجل القبطي والإسرائيلي عندما استغاث بموسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال أغثني. كان المفروض طبق كلام ابن القيم وابن تيمية والرجل الثالث، فوكزه موسى فقضى عليه، كان لازم بدل ما يكز الرجل القبطي لازم يكز الرجل الإسرائيلي، يقول له أنت مشرك، ليش قلت فاستغاثه الذي من شيعته، ليش قلت أغثني، هذا شرك. كان لازم يكز ذلك الرجل الإسرائيلي أو يكزهما معا فيقضي عليهما معا. فاستغاثه واستغاثه بعد. موسى يملك قدرة تستنجد بهذه القدرة، شنو المانع من ذلك؟ تستعين بصاحب القدرة ذو القرنين.
عندما طلبوا منه إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعينوني، هذا الشرك. هذا ذو القرنين اللي هو نبي من أنبياء الله، أولي من أولياء الله، القرآن ينقل قضية. فشنو المانع أن واحد يذهب إلى من أقدره الله ويقول: أغثني، أعني، أنصرني؟ إذن هذا المنطق حقيقة منطق بعيد عن القرآن وبعيد عن السنة الشريفة. الإمام الكاظم صلوات الله عليه معروف بهذا اللقب، الإمام له ألقاب، ومن جملة هذه الألقاب إنه باب الحوائج. الإنسان يجب أن يلجأ إلى هذا الباب الذي جعله الله سبحانه وتعالى. في حياة الإمام كانوا أفراد يعرفون قدر الإمام، مثل الآن أكو أفراد ما يعرفون قدر الأئمة، غافلون عن قيمة الأئمة صلوات الله عليهم، يطرق كل الأبواب ويغفل عن هذا الباب الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس. هذا هو الباب الذي جعله الله. الإنسان يجب أن يطرق هذه الأبواب. قبل تقريباً 40 يوم، 42 يوم، واحد كان واقع في مشكلة كبيرة، وطالت هذه المشكلة سنوات، يمكن 6 سنوات، 7 سنوات، دمرت هذه المشكلة. أنا شاهد على هذه القضية، أعرفه من قريب. فقلت له: اقرأ زيارة عاشوراء، هذا باب جعله الله. ليش واحد يروح شرق وغرب وشمال وجنوب؟ هذا باب موجود. اقرأ زيارة عاشوراء 40 يوم لقضاء هذه الحاجة، لقضاء هذه المشكلة. فبدأ بزيارة عاشوراء 40 يوم في مكان واحد في وقت واحد. الشيء الذي يظهر من كلمات بعض العلماء أن زيارة عاشوراء حديث قدسي، يعني كلام الله سبحانه وتعالى. فبدأ ولم يمض إلا حوالي 20 يوم، ما أدري 22 يوم 23 يوم، وحلت مشكلته. إذا كان يضع في نظره في تصور 1,000,000 احتمال، ما كان هذا الباب الذي حلت منه المشكلة من تلك الأبواب المحتملة. حل الله مشكلته بطريقة عجيبة. فليش واحد ما يلجأ إلى هذا الباب؟ الآن يمكن تمم 40 يوم، لو 42 يوم ماضي على القضية، أنا قلت له تمم الآن اللي قضيت حاجتك، لا تترك، كمل إلى 40، قضيت حاجته على أفضل ما يكون. هذا باب موجود في حياة الإمام الكاظم صلوات الله عليه. أنقل قضيتين. القضية الأولى، هؤلاء الذين عرفوا قدر الأئمة صلوات الله عليه، قضية حماد بن عيسى. حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع، من الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع. يقول: جئت إلى الإمام الكاظم، لا فرق طبعا بين حياتهم وموتهم هؤلاء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. جاء حماد بن عيسى من أجلاء الرواة وقال للإمام: إني أريد زوجة. يبدو كان شاب ما عنده زوجة، ودارا وولدا
وخادما. الخادم في اللغة العربية يطلق على الخادم والخادمة معا، يعني هم الذكر هم الأنثى. والحج في كل عام. فقال الإمام الكاظم: اللهم صل على محمد وآل محمد. في العروة أكو كلام لطيف يقول: إذا أردت دعاء فابدأه بالصلاة واختمه بالصلاة، لأن الله الصلاة قطعا يجيبها. فالله يقبل الأول ويقبل الأخير، وما يقبل الوسط هذا بعيد من كرم الله وفضل الله. فالإمام قال: اللهم صل على النبي صلى الله عليه وآله وآله. اللهم ارزقه زوجة ودارا وولدا وخادما والحج 50 عاما. الراوي يقول: أنا قاعد عيد حماد ابن عيسى، فقال استجاب الله دعائه. الآن أنا عندي دار، هاي داري، وهذا ولدي، وهذه خادمتي، وهذه زوجتي وراء الساتر تسمع كلامي، وراء الحجاب، مو اختلاط يقعدون على الموائد واحد ويا الاخ ويضحكون ويحجون وكذا، لا، وراء الحجاب. وقد رزقني الله الحاج 48 مرة. أجيب دعاء الإمام. بعدين الحاج 49 راح، الحاج 50 راح، أجيب دعاء الإمام كاملا. هذا ما أدري ليش، مع أنه رجل جليل، هذا حماد ابن عيسى وحماد ابن يحيى أيضا رجل جليل ومن أصحاب الإجماع. هاي قضية حماد ابن عيسى، ما أدري ليش العام 51 أيضا اتجه إلى الحاج، راح إلى المدينة، راح إلى الميقات، ذهب إلى وادي من الوديان حتى يغتسل أو يلبس ملابس إحرامه كلا، فجاءه السيل وأخذ. والآن قبره موجود قرب المدينة، قبر حماد ابن عيسى. هذا واحد. ننقل القضية الثانية باختصار التي ينقلها عبد الله ابن المغيرة. عبد الله ابن المغيرة أيضا من أصحاب الإجماع، من الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع. يقول الإمام الكاظم صلوات الله عليه: مر على امرأة قاعدة تبكي وحولها صبيان يبكون. الإمام ما قال أنا ما علي، أنا إيش يخصني، لا، العيمة كان يخصهم، مش في هاي المرأة ليش تبكي؟ فوقف عليها وقال: ما لك يا أمة الله، قاعدة هي تبكي وأطفالها حولها يبكون. فقالت: إن لي بقرة وعندي أولاد أيتام، وأنا كل حياتي تعتمد على هذه البقرة، أستفيد من لبنها كذا، هلان ماتت بعد ما عندنا مورد للرزق. هي تبكي وأطفالها الأيتام يبكون حولها. فوقف الإمام وصلى ركعتين، ثم جاء عبد الله بن المغيرة ينقل ونخس هذه البقرة. نخسها يعني وكزها بعود أو ما أشبه، أو ضربها برجله. هذا أو ترديد في الرواية، إما نخسها أو ضربها برجله. وإذا بالبقرة تستوي على الأرض قائمة. فصاحت المرأة: والله إنه المسيح ابن مريم، الذي يحيي الموتى هو المسيح ابن مريم.
خلط الإمام نفسه بالجموع وأخفى شخصه. وهنالك قضايا كثيرة، منها قضية الجد رحمة الله عليها وعلى أمواتكم جميعا، حينما تعرض العام رحمة الله عليه إلى ذلك الاعتقال الرهيب، فتوسلت بالإمام موسى بن جعفر وبالإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ففرج الله عنهم. من جملة الأشخاص الذين توسلوا بالإمام موسى بن جعفر السيد عبد الله الشبر رحمة الله تعالى عليه، حين توسل بالإمام فرأى الإمام في عالم الرؤيا، الإمام الكاظم أعطاه قلما، رأيت في بعض الكتب عندما استيقظ من المنام كان القلم في يده. الإمام أعطاه القلم في عالم المنام فوجده في عالم اليقظة، فبدأ بالتأليف، والله تعالى جعل في هذا القلم خيرا كثيرا. تأليفات الطلاب كانوا يتباحثون بعضها في الحوزات العلمية، احنا كنا نتباحث بعض كتبه عندما كنا في قوم، كتب كثيرة، وإلى اللحظات الأخيرة كان يألف. يقولون عندما مات، الأقلام القديمة غير هاي الأقلام، عندما مات كانوا يخلون القلم في الحبر ويستخرجونه، يكتبون أسطر فيجف القلم ثم يدخلونه مرة ثانية. عندما مات وجدت رطوبة الحبر في قلمه، يعني إلى اللحظات الأخيرة كان يكتب لخدمة هذا الدين وهذا المذهب. إحنا يجب أن نتوسل بالإمام لقضاء حاجاتنا الدنيوية، حاجاتنا الأخروية، لحسن العاقبة، لتعجيل ظهور سيدنا ومولانا الحجة المنتظر صلى الله عليه وسلم. هذا هو الباب الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس. ومن جملة أنواع التوسل إقامة المجالس، هذا نوع من أنواع التوسل. طبع الكتب، هذا نوع من أنواع التوسل بالإمام. الحضور في هذه المجالس، لبس السواد في ذلك اليوم في يوم الخميس، هذه كلها مظاهر من مظاهر التوسل أو التقرب بهذا الإمام العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا خيره في هذه الدنيا وشفاعته في يوم القيامة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي.